ثم بشكل خفية يعني بعض جلساء يبدو من الخواص ذكر لهم قال كيف أقول لا وقد مست ركبتي ركبته، يعني جلسنا متقاربين بحيث الركبة تصل إلى الركبة. وهذا للخواص ذكر بدون أن يدعي دعوة معينة أو غيرها، ولكن عموما يقول هذا الباب يغلق كليا. كما أن احتمال إذا رأى الإنسان شخص ثم غاب ما يعني أنه رأى الإمام، يمكن أن رأى بعض الأبدال والصلحاء وهؤلاء موجودون الصالحين موجودين يعني. فما للمتاجرة بهذا المعنى هذه مرفوضة كليا، ولكن في كل الأحوال ما دام الإمام موجودا لابد أن يراه الناس ولكن لا يعرفونه غالبا. من الأمور المهمة عمليا لنا هو ماذا نفعل لكي نبني علاقة مع الإمام سلام الله عليه، بل ما هو واجبنا تجاه الإمام، ستارة واجب شرعي وتارة واجب أخلاقي تجاه الإمام، لا أقول واجب شرعي دائما، بعض الأمور أخلاقية، ما هي واجباتنا تجاه الإمام سلام الله عليه. واجب المهم يعني وما يذكره تذكره روايات وهو حالة الانتظار، حالة الانتظار انتظار ظهور الفرج، كما في بعض الروايات أفضل العبادة انتظار الفرج، هذه أفضل أنواع العبادة انتظار الفرج. فبعضهم يتصور أن الانتظار يعني يروح ينام بعد لا يشتغل ولا يعمل ولا يبلغ ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، يقول يا بابا انتظر وروح نام ببيته وخلص. هذا فهم خاطئ لمعنى الانتظار. الذي ينتظر هي حالة، حالة قلق، حالة استمرارية، حالة ترقب، حالة سؤال. اللي ينتظر ضيف لازم يجي إلى بيته وما يروح ينام ويترك البيت على وساخته وعلى وضعه، وإذا بين كهرباء معطل يترك الكهرباء، وإذا أكل ما عنده يعوف الأكل، إذا ثلاجته خربانة أو الحمام ما مرتب أو غيره يترك كله يقول أنا أروح أنام لما نجي الضيف عود نصلح هاي الأمور. يقول إيش شلون تنتظر الضيف؟ الضيف مطيق قبل خبر قبل شهر أنا راح أجيك فلان يوم، أنت ما رتبت بيتك لحق الضيافة. الانتظار حالة إيجابية وليست حالة سلبية، الإنسان يتحرك لكي يهيئ الأرض لظهوره سلام الله عليه. كيف نهيئ الأرض لظهوره؟ نقول وماذا يمنع من ظهوره؟ نقلب السؤال نقول ما الذي يمنع من ظهوره سلام الله عليه؟ هو ينتظر الفرج وهو في الواقع ينتظرنا، مو احنا ننتظره، احنا مع الأسف في كثير من الأحيان ناسين الإمام، لكن هو مو ناسين، هو ينتظرنا أن نكون مؤهلين لاستقبال ظهوره. لأن الآن لو ظهر ونحن غير مؤهلين، يعني الأرض غير مؤهلة، لا قتل من قبل الطواغيت والظلم كما لم قتل كثير من علمائنا، وأفضل الناس بحسب الظاهر يعني بالدرجات، الأفضلية الواقعية عند الله هم العلماء والمراجع، وهذا المستوى مع ذلك من الجلاوزة والطواغيت كم سجنوا منهم وكم قتلوا منهم وكم حجموا بعضهم وأسكنوا في بيوتهم إلى آخره. فإذا لو ظهر الإمام لقتل، ما أمكن له أن يحقق الوعد الإلهي بأن تملأ الأرض قسطا معدلة بعدما ملئت ظلما وجورا. فإذا نحتاج إلى تهيئة الأرض بحيث تكون مؤهلة لقدومه سلام الله عليه. لو ظهر لوجد أنصارا وأعوانا جاهزين وموجودين. وهذا المعنى هو المعنى الإيجابي لحالة الظهور، وأنا أنه نشتغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نشتغل بالتبليغ، نشتغل بهداية الناس، نؤسس مؤسسات كثيرة ممكن أن تنشر الإسلام في مختلف مناطق العالم، من وسائل إعلامية سواء كان مجلات أو كتب أو جرائد إلى تلفزيون وراديو وغيره، بحيث ممكن أن يصل صوت العادل وصوت الإمام سلام الله عليه وصوت الإسلام الذي يريد الإمام أن يطبقه في كل مكان. لو وصل صوت الإسلام في كل مكان بشكل إيجابي والناس رغبت واستعدت لقبول الإسلام وتبنت الإسلام، إلا أن المانع وجود ظلمة
وكان ممكن الإمام إذا ظهر يجد أن الشعوب معه ولكن الحكومات ليست معه، القوانين ظالمة. بعض الناس ممكن يشكل يقول أنه إذا تمتلئ ظلما وجورا فكيف يكون الناس مؤمنين وعدالة موجودة؟ لو تمتلئ بمعنى أن النظام الحاكم في العالم هو نظام ظالم، والقوانين الموجودة قوانين هي ظالمة. ربما قوانين المصطلح الحديث ديمقراطية، ولكن مو كل القوانين الديمقراطية قوانين صحيحة لصالح البشر. ممكن تشرع قوانين وهي في غير مصلحة البشر، مثلا يشرع قانون يجوز شرب الخمر لكن هذا في غير مصلحة البشر، قانون يسمح بالزنا نعوذ بالله ولكن هذا في غير مصلحة البشر، قانون ممكن يسمح بالإجهاض لكن هذا في غير مصلحة البشر، وهكذا قوانين مختلفة من نظم اقتصادية اجتماعية تربوية أخلاقية أسرية، مختلف القوانين قوانين سياسية، هذه كلها ممكن أن تكون قوانين غير صحيحة للبشر، البشر مقتنع بها أم أنه لا خيار له غير ذلك. هذا ممكن بعض الحكومات عجزت وأفلست، ولكنه بعضهم يغالي في التكبر ما يريد أن يسمع قول الحق. الشيوعية 70 سنة أجبرت العالم على تطبيق النظام الشيوعي أنه هو الذي يحقق العدل، وقتلوا الملايين من البشر الذين يخالفونهم، ويقول لا مانع اقتل كل من يخالف الشيوعية، لا مانع من القتل، ولكن بعد ذلك على الإفلاس والسقوط. الرأسمالية في زمان كانت تستخدم العبيد وتسرق العبيد وتظلم العبيد، ثم صارت حركة تحرير العبيد، ثم سنت قوانين أزالت العبيد في أمريكا الشمالية، ثم سنت قوانين بشرية من الرأسمالية، ثم وجدوا أن الرأسمالية غير نافعة، صارت الرأسمالية المعتدلة، ثم صارت نصف اشتراكية وما شاكل، تتبدل القوانين لأنهم يرون أن القانون لا يصلح وأن هناك مشاكل نشأت من هذا القانون. ومع ذلك العالم قام بحرب عالمية أولى، ثم أراد أن يتجنب هكذا حرب فصنع عصبة الأمم، كانت تسمى عصبة الأمم أول، ولكن مع ذلك فشلت في منع الحرب العالمية الثانية. وبعد الحرب العالمية الثانية سموها هيئة الأمم المتحدة، والعالم كلهم أعضاء في هيئة الأمم المتحدة، ومع ذلك ما زالت الحروب والقتل والدمار في كل مكان في العالم. فهل أمكن للعالم أن يسن قانون أو يصنع هيئة تمنع هذا الدمار وهذا القتل وسفك الدماء؟ وهيئة الأمم هل منعت الحكومات الظالمة الدكتاتورية الجائرة من أن تظلم شعوبها؟ لا، تتعامل مع الحكومة سواء كانت ظالمة أو عادلة، وأحيانا بعض الدول تساعد دول أخرى تشن حروب على دول ثالثة، ولأن لها حق الفيتو هذه تمنع من أنه يتخذ قرار ضد هكذا حروب وهكذا دمار. نرى حروب في شرق الأوسط، حروب في إفريقيا، حروب في جنوب شرق آسيا، في كل مكان، حتى بعض حروب بمعنى حركات التحرر وغيرها في أوروبا، في أمريكا وأمريكا الجنوبية، في كل العالم نرى أن هناك قتل ودمار وسفك دماء بحق أو بباطل حسب الموضوع. ولكن نقول لم يمكن للعالم أن يصل إلى حالة السعادة، ولو اقتنع العالم، ما زال العالم معتز بماديته وغروره العلمي، ما زال العالم ما وصل إلى درجة بحيث يرى أنه فعلا هو بحاجة إلى مخلص وإلى منقذ. تسألون يقول لا احنا عندنا برلمانات وعندنا مثقفين وعندنا علماء، علم النفس، علم الاجتماع، وعلم التربية، وعلم السياسة، وعلم الاقتصاد، ومشرعين وقانونيين وحقوقات وحكماء يشرعون لنا. ولكن لو اقتنعت الشعوب جميعا أن كل هذه القوانين لا تنفع، وأن كلما دخلت أمة لعنت أختها، كل حاكم جديد ينتخب هو أسوأ من السابق، وأن البشرية تحتاج إلى منقذ، عند ذاك من يكون المنقذ؟ أيضا بشري مثلهم
أو معين من